السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في قناة عالم نيسر. اليوم غادي نقدم لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. غادي نحضر معكم خبز كيجي رائع واسفنجي. من اليوم غاديش تبقاو تشريو الخبز، بلا ما نطول عليكم غندوزو المقادير. عندي هنا معلقة صغيرة ديال السكر، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، شوية ديال الملحة، معلقة اونص ديال الزبدة. عندي هنا 400 غرام ديال الدقيق، عندي هنا 400 غرام ديال الفينو، ما دافي لجمع العجين. عندي هنا المكون السحري اللي ضروري في الخبز، غادي نحتاجو ياغورت طبيعي. اول حاجه انا خديت قصريه، غادي نضيف فيها الدقيق. كاين اللي بغى يدير 500 غرام من الدقيق، كاين اللي يدير المهم 500 غرام ديال الدقيق، 500 غرام ديال الفينو، ولا زلافه ديال الدقيق زلافه ديال الفينو، داكشي حسب الاختيار. المهم غنضيف اول حاجه، غندير خميره تشفعل ليا، غادي نخلي الخميره تفاعل ليا. انا غادي نضيف ملحه حسب الذوق، غادي ندير الزبده معلقه كبيره اونص ديال الزبده، غادي نزيد دانون طبيعي. ضروري يكون دانون طبيعي. هنا الخميرة تفاعلات ليا، نضيفها. دابا غادي نبقى نجمع العجينة بالماء دافي، شوية بشوية نبقاو نضيفو الماء. من بعد ما دلكت العجينه مزيان غادي نغطيها باش ترتاح مده ديال 10 ديال الدقائق، ومن بعد عاد نولي نقرصها. من بعد ما رتحت لي العجينه 10 ديال الدقائق غادي نقطعها دابا كريات صغار. غادي نديرهم متساويين،
كما كتشوف خرجت لي السه ديال الكرصات. دابا غادي نبدا نكرص العجينه ونديروا شويه ديال الدقيق. من بعد ما قرصت العجينه كلها غادي ناخذ ياغورت طبيعي وغادي ندهن العجينه الخبز ديالي عفوا. كيعطي واحد اللمعان. من بعد ما دهنت الخبز ديالي بياغورت طبيعي غادي نغربل من فوق، غندير من فوق منه الدقيق. اصلا كيعجبني ندير الدقيق من فوق الخبز، داكشي كيبقى اختياري. انا خديت سكين غادي نبقى نجرح الخبز شويه، مهم يكون ماضي. كاين اللي بغى يديرلو بحال هكا ولا علامة ديال زائد، داكشي اختياري، ولا يتقبو بفرشات. من بعد ما جرحت العجين الخبز ديالي بحال هكا غادي نغطيه ونخليه يخمر ليا بحال الخبز مده ديال 40 حتى 45 دقيقه. ديك الساعات غادي ندخلو الفران. كما كتشوفوا معايا من بعد ما خمرات ليا الخبز وتضاعف الحجم ديالها انا غندخلها الفران. عندي الفران ديجا كيسخن، غندخلها ومن بعد غتشوفوا الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا. كما كتشوفوا معايا من بعد ما طاب ليا الخبز كيجي بهذا الشكل، هذا كيجي زوين ورطب بزاف بحال هكا. انا قطعت وحده منها كتجي بحال هكا رطبه بزاف بحال القطن واسفنجيه. نتمنى اللي عجبو الفيديو وطريقه التحضير تابوناو معايا في لاشين عالم نسرين، خليوا لي تعليقاتكم وديروا لي لايك باش ديما يبقى يوصلكم الجديد.